النهارده احنا كنا في محاضره استاذ بسام الشماعي. الحقيقه المحاضره كانت هايله جدا جدا، ودي اراء بعض الناس اللي كانوا حاضرين في المحاضره. يا جماعه ما تنفعش تبقى مصري وما تجيش المتحف وتشوف اثار بلدك، وما ينفعش ما تحضرش محاضرات استاذ بسام الشماعي، بجد هتستفاد وتعرف معلومات جديده قيمه ما كنتش تعرفها قبل كده. واتحداك كارما، ايه رايك في النهارده في المحاضره بتاعه الاستاذ بسام الشماعي؟ اتعلمنا حاجات جديده، ونشوف كل مره حتى لو بنيجي كتير بنشوف كل مره الحاجه بطريقه مختلفه، نقعد نتكلم ونفسر كل حاجه، ونشوف قد ايه هما كانوا بيتقنوا في الحاجه. وحتى بروح البيت بحس ان انا يعني انا ممكن اعمل كده، يعني ممكن بنفسي بقى اركز في الحاجات دي التفاصيل. عشان يعني انت جيتي المتحف كتير، بس النهارده حاسه ان انت في معلومات جديده. طبعا. بس استاذه ديانا وصفي، طبعا انت معلقه صوتيه ومهتمه جدا بالحضاره المصريه، تقدري تقولي لي النهارده المحاضره ايه الحاجه الجديده اللي انت سمعتيها ما كنتش تعرفيها قبل كده؟ هو الحاجه الجديده اللي انا سمعاها او متابعاها بقالي كذا محاضره، هو ان انا عايزه اشكر دكتور بسام الشماع ودكتوره صباح عبد الرازق مدير المتحف المصري، لانه هما ادوني الحق، وده حاجه مميزه جدا وشكر ليهم ان هما ادوني الحق ان انا اشوف بعض التماثيل بايدي. حسيتي باحساس مختلف؟ طبعا. وبجد ده كان شيء رائع بالنسبه لي وممتع. انا بضم صوتي لصوتك وبشكرهم جدا جدا، وفعلا حاجه فعلا جميله، وعشان كل الناس تحس بمصريتها وبحضاره بلدها وقيمتها. انا معايا استاذه امل الحسيني، حضرتك النهارده سمعتي معلومه جديده في محاضره استاذ بسام الشماع؟ حاجات كتير طبعا. استاذ بسام زميل عزيز وصديق قديم، وبنشتغل يعني من حوالي بلاش نقول سنين قوي، يعني 15 رؤيه كده، بلاش نكبر قوي. طبعا بسترجع مع ذكريات المعلومات الموجوده، حتى عندي بعمل لها ريفرش، وفي حاجات هو بيضيف اليها ويعمل سبوت لايت، فبنشوفها بنظريه جديده، وبيصحح الاخطاء الشائعه او المعلومات اللي كانت ممكن تكون مكتوبه فعلا ودرسناها، بس بشكل يعني في يحمل شيء من الخطا، نسبه ولو بسيطه من الخطا، فهو بيجددها لنا وبيصححها لنا، واحنا برضو حريصين على ده. شكرا. هو الموضوع ملوش علاقه بان انا درست اثار وان انا شبه القدماء المصريين خالص. المتحف المصري او المتحف المصري فعلا من الاماكن الممتعه جدا في مصر والثريه جدا، واللي عمركم ما هتندموا لو زرتوه. تعالوا زوروا المتحف المصري يا جماعه.